أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي، بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال 1. ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 2. تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. 3. قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله. آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. 4. العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 5. الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. والحمد لله رب العالمين، فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة ذكرك يا الله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التفكر كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن تجعل همنا همًا واحدًا رضاك ومرافقة خاتم أنبيائك في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الافتقار إليك يا الله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدعاء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصلاة على النبي وآله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستغفار كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. معلش اتأخرنا عليكم في الخروج في البث المباشر لظروف إلى حد ما الله سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنكم وعن سائر المسلمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعطلنا عن تعليم العلم وتعلمه في الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واقبلنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. موعدنا اليوم مع القرآن الكريم قراءة صحيحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن قارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، وقارئ القرآن المتتعتع فيه الذي يتعلم ويجاهد نفسه حتى يتعلم القراءة الصحيحة، حيث لا ينبغي أن يقرأ القرآن إلا كما أنزل على جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرتلا، حيث قال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. فالذي يجاهد نفسه ويتعب حتى يتعلم القراءة الصحيحة فإن له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. ونحن ما زلنا في سورة الناس في الآية، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس. وكما تعودنا نقرأ الآية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يفتح الله لنا ويفتح علينا وعليكم، حتى يفتح الله لنا ولكم وعلينا وعليكم بالخير والعلم، ويكون العلم دائما، العلم دائما، تعلم هذا الدين بنية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن نعمل بهذا العلم وأن نعلمه وأن نبلغه وندعو إليه كل خلق الله سبحانه وتعالى. فنتعلم العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أن نتعلمه ونعمل به، نتعلمه كاملا. النية في طلب علم الدين أن نتعلم علم الدين كاملا كما أرسله الله سبحانه وتعالى وارتضاه لنا كاملا، نتعلمه كاملا ونعمل به كاملا كما يحب الله ويرضى، ونعلمه لجميع المسلمين، كل من يقول لا إله إلا الله محمد جدي رسول الله، محمد رسول الله، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يشهد أنه لا إله إلا الله وأن جدي الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقولوا جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا، نجدد في قلوبنا الإيمان بالله وبرسوله كما
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دائما جددوا إيمانكم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة قول من شر الوسواس الخناس. تبدأ هذه الآية وهي الآية الرابعة من سورة الناس بحرف الميم، والميم حرف مرقق أي تفتح فيهك على هيئة الابتسامة هكذا، ثم نكسر حرف الميم ويخرج مرققا هكذا مي مي، وتأخذ الهيئة قبل النطق بالحرف. ثم حرف النون، والنون من حروف الغنة، والنون هنا لن تجد عليها تشكيل، حيث أن يشير لك أو يشار إليك من قبل العلماء، علماء القرآن بارك الله فيهم جميعا وعلوم القرآن، حيث جعلوا هذه النون ليس عليها أي تشكيل، وهي لأنها نون مدغمة في الحرف الذي بعدها، فهي تدخل في الحرف الذي بعدها وينطقان حرفا واحدا مع بقاء غنة النون هكذا من شيء. وهناك خطأ شائع في من يجعل النون وكأنها شين ولا يخرج الغنة، فيقول مي فيدخل ياء في هذه الغنة، وهذا خطأ شائع عند بعض من يتعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا، فاحذر أن تدخل الياء، تدخل الياء في النون فليس هناك ياء في هذه الكلمة مع الغنة، فبدل الغنة قد ينطق خطأ بعض القراء ياء فيقول من، هذا خطأ، ينطق ياء ساكنة وكأنها غنة، لا، الغنة تخرج من الخيشوم، فاحذر أن تخرج الهواء من غير الخيشوم، أخرجه من الخيشوم أي من الأنف، من، يعني إذا أغلقت فمي من هكذا تبقى هذه الغنة، ودخلت النون في الشين فينطقان حرفا واحدا فتكون هكذا من، ثم تنطق الشين المفتوحة، فكأن النون أصبحت اثنين شين مع بقاء الغنة، فتغن ثم تنطق شين ساكنة ثم تذهب إلى الشين المفتوحة، كل ذلك وأنت بهيئة الابتسامة، حيث أن تلك الحروف جميعها مرققة تأخذ هيئة الابتسامة حتى الغنة، فهي غنة حرف مرقق وهو النون مع الشين، فتقول هكذا من تأخذ الهيئة أولا معذرة هكذا، ثم تبدأ في القراءة من شيء، ثم بعد حرف الشين يأتي حرف الراء، وهو راء مشددة وتحتها كسرة، أي أنه يعبر عنها بأنها راء ساكنة وألثق فيها أو كان معها حرف راء أخرى وهي مكسورة، أي أنها راء ساكنة ومعها راء مكسورة، والحرفين في النطق ينطقان، ولكن في الكتابة تكتب راء واحدة ويوضع شدة فوق الراء، وإذا كانت مكسورة كما هي في هذا في كلمة شري فتوضع الكسرة كما هو هنا في تلك الطبعة، الكسرة تحت حرف الراء، فشد فوق حرف الراء وكسرة، أي أنه يشير إلى أن تلك الراء ليست راء واحدة ولكنها اثنين راء مضغمتين، الراء الأولى راء ساكنة عليك أن تنطق بها، والراء الأخرى راء مكسورة عليك أن تنطق بها. والذي جود علم ترتيب القرآن فإنه ينطق الراء الأولى الساكنة راء مفخمة
حيث أنها ساكنة وما قبلها مفتوح، وينطق الراء الثانية راء مرققة، فيدخل إلى الراء الساكنة الأولى وهو بهيئة التفخيم، ويخرج منها إلى الراء المكسورة الثانية بهيئة الترقيق هكذا. شير شير دي شير دي شير دي من شير دي وليس من شير دي من شير دي من شر دي، وقد تنطق للتخفيف من شر دي للتخفيف. ولكن إن أردت الإتقان في القراءة وقراءة التجويد قراءة حقيقية، فإن الراء الساكنة إذا ما قبلها مفتوح فإنها تكون مفخمة، وعندنا هنا راء ساكنة وما قبلها مفتوح، والراء التي بعدها راء مكسورة مضغمة فيها، فتكون من شردي 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 من شردي الواء من شردي. وهذا يحتاج إلى تدريب في الفم وهكذا. فإن قلتها من شردي فلا بأس بتلك القراءة، حيث يغلب على تلك الراء الراء المكسورة، فكأن الراء الساكنة الراء المكسورة غلبت عليها. ولكن أردت إتقان القراءة فإنك تأتي بالراء المغلوب عليها مع الراء الغالبة عليها، فتقول من شر شر، تأخذ الهيئة. وهذا يحتاج إلى تدريب، ومن أتقن علم التجويد يستطيع أن يقرأ ويستطيع أن يأتي بالحروف. ولذلك فإن جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقرأ القرآن كان يقرأه حرفا حرفا، ويأتي بكل حرف مشبعا بحقه ومستحقه، ويأخذ في كل حرف وقته، فيؤتي كل حرف ما يستحق من القراءة بما آتاه الله من وحي ونبوة وقدرة على توصيل كلمة الله سبحانه وتعالى ورسالته. فجد الرسول كان يخاطب كل الخلق مؤمنهم وكافرهم بالقرآن، ولذلك فقد جمع له الكلام واختصر له الكلام اختصارا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرتل القرآن ترتيلا كأنك تأكل رطبا من الطعام أو رطبا من التمر عندما تستمع إليه وهو يقرأ حروف القرآن حرفا حرفا مرتلا ومرسلا في القراءة، حيث يستمع المستمع لكل حرف بحقه ومستحقه. فنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة ترتيل القرآن. فهكذا إن أردت الترتيل والتأكيد والقراءة والاستمتاع بقراءة القرآن والعمل به وتعلمه وتعليمه وتبليغه لكل خلق الله سبحانه وتعالى كما يحب الله ويرضى، فنقول بالله وبالله التوفيق، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من شر شر. قبل ما أروح للراء الساكنة اللي قبلها مفتوح أروح لها وأنا إيه بهيئة إيه تفخيم، وأخرج منها على طول لهيئة الترقيق للراء المكسورة الأخرى، فأنطق الراءين بحقهما. فإن كان للتسهيل يغلب علي أن أقرأ الراء مرققة لأن تحتها كسرة وكأنها راء واحدة فلا بأس بذلك، ولكن الأصح أن تقول من شردي شردي. فإن لم تستطع وأنت في البداية فتقول من شردي شردي هكذا.
الأصدق الأفضل، إن قلت من شري فلا بأس حتى تتدرب وتتعلم، ولكن الصحيح هو أن تقول، والأدق والأولى هو أن تقول من شري، من شردي، من شردي الوسواس، دون أن يدخل تفخيم الراء في ترقيق الشين. ولذلك لابد أن تؤتي كل حرف وقته حتى يأخذ حقه ومستحقه. هكذا من شردي، من شردي الوسواس، وهكذا. ندخل بعد الراء المكسورة إلى حرف الألف، ألف الوصل، من شر ال، وثم بعدها لام الوصل، وكل ذلك الألف واللام التي بعد الراء هي حروف مرققة، فما زلت في هيئة الترقيق أي الابتسامة. وكذلك الواو، وهناك خطأ شائع في نطق الواو أو تسمية الواو أو قول كلمة أو إطلاق كلمة الواو، حيث يقول بعض الناس الواو، وليست هذه من اللغة العربية في شيء، فليس هناك شيء في اللغة العربية يدعى الواو، 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 وليس هناك شيء في اللغة العربية يقال فيه واو، ولكن اللغة العربية إذا وضعت فتحة فوق الواو فيقال وا، وا. وهذه حتى فطرة الطفل الصغير عندما يولد وينطق صارخا فينطق بهذا الحرف بفطرته صحيحا، فلا يقال واو ولكن يقال وا، ولا يقال واو ولكن يقال واو، واو الوا، فتأخذ هيئة الترقيق كما أنت مبتسما وتقول ال، من شر الوا، من شر الوا، من شر الوس. وندخل على السين الساكنة بنفس هيئة الترقيق، من شر الوس، و الواو الأخرى كما سبق مرققة ومفتوحة، و من شر الوس، و ثم بعد الواو الثانية، بعد الواو الثانية في كلمة الوسواس ألف مد تمد بمقدار ثانيتين أو حركتين مدا طبيعيا، هكذا الوسوا، الوا، الوسوا، هكذا. ثم يأتي بعدها السين المكسورة سي، وما زالت هيئة الابتسامة قبل النطق بالحرف المرقق، حيث أن حرف السين مرقق ومكسور، فيقال هكذا من شر ذي الوسواس. ندخل على ألف لام، الألف اللام القمرية، وهي تنطق ومثلها مثل كلمة الوسواس، فينطق اللام ألف الوصل ولام الوصل. ثم ندخل إلى حرف الخاء، وهو حرف مفخم، فيضم الفم على هيئة القبلة هكذا قبل النطق بالخاء بعد لام كلمة الخناس، فيقول هكذا من شر الوسواس، أضم الفم قبل النطق بالخاء، فالخو، الوسواس الخو، الوسواس الخو. يكون هناك فرق ولو لحظة، فرق لحظة ما بين النطق بالحرف والهيئة، الهيئة ثم النطق بالحرف، من شر الوسواس اللام، ثم ضمة الشفتين كهيئة قبلة، ثم النطق بحرف الخاء، الوسواس الخاء، من شر الوسواس الخن،
خاء من شر الوسواس الخن خاء بعدها نون والنون هنا مشددة أي نون ساكنة وأدغم فيها نون أخرى مفتوحة وينتقى الاثنين نون كأنهما نون واحدة مع الغنة بمقدار حركتين هكذا الخن مع التشديد على النون لأنها نون مشددة مع أخذ وقت الغنة بمقدار حركتين الخن بعد النون المشددة يأتي حرف الألف وهو ألف مد يمد بمقدار حركتين أي بمقدار فرط إصبعين أو ضم إصبعين أو بمقدار ثانيتين هكذا الخن ويكون هذا الألف على هيئة الابتسامة الفم على هيئة الابتسامة وهو مرقق تابع للحرف الذي سيتم مده مدا طبيعيا وهو حرف النون وهو مرقق فيكون المد مرققا تابعا للحرف الذي قبله فما زالت هيئة الابتسامة حتى أثناء النطق بحرف النون وأيضا المد بحرف الألف الذي بعد النون بمقدار حركتين مدا طبيعيا هكذا الخن ولا أترك فمي في المنتصف ما بين القبلة والابتسامة فالقرآن يقرأ ما بين قبلة وابتسامة وخاصة للمبتدئين أو المتعلمين للقراءة حتى يتعود على إخراج الحروف من مخارجها الطبيعية الحقيقية الصحيحة ثم نقف على حرف السين فإن وقفنا بسكون فهو حرف مرقق ونقف عليه بسكون وإن وصلنا فإننا نوصل بكسر وهو أيضا مرقق في الحالتين ففي حالة الوقف نقول هكذا الخناس ولا بد أن يأتي همس السين حيث أنه من حروف الهمس في النطق فلا أقول هناك خطأ شائع أقول الخناس وكأنه ليس هناك سين لا بد من إظهار صفة الحرف ويكون قرع وجرس الحرف في أذن المستمع حيث أن القارئ كالحالب والسامع كالشارب فلا بد لمستمع القرآن أن يستمع للحروف وصفاتها من القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى فلا بد من إظهار صفات الحروف عند النطق بها للمستمع وأول المستمعين هو الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع كلامه ثم القارئ نفسه وقبل القارئ من أنزل عليه القرآن جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك القارئ وكذلك كل الأنبياء وكل الصالحين وكل الأولياء وكل المؤمنين يحبون أن يسمعوا كلام الله كما أنزله الله سبحانه وتعالى فإن وصلنا كلمة الخناس وصلنا السين المكسورة بالآية التي بعدها نقول هكذا الخناس الذي إلى آخر الآيات وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه نقول الآية في الختام كما بدأنا في البداية بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم عسى الله أن ينفعنا بتعلم هذه الآية كما يحب الله ويرضى وتعليمها لجميع المسلمين كما يحب الله ويرضى والعمل بها كما يحب الله ويرضى كاملة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضياتها كاملة كما أراد الله سبحانه وتعالى وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نتعلم تلك الآية كاملة ونعمل بها كاملة ونعلمها كاملة
ونبلغها وندعو إليها كل الخلق كاملة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالبصيرة هنا هي العلم، أي يدعو إلى الله على علم وعلى حكمة وعلى بصيرة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلا ينبغي للداعي إلى الله أو للمسلم، فكل مسلم داع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للمسلم أن يكون سيء الخلق حتى وإن كان من يدعوه يفعل من الأفاعيل التي تستفز المسلم أثناء الدعوة إلى الله. فالمسلم يصبر على من يدعوه بل ويدعو إليه، بل إن من يكون بينه وبينه عداوة في مقام الدعوة إلى الله يعامله معاملة الولي الحميم. تلك هي أخلاق جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ادفع بالحسنة السيئة تمحها. وقال أيضا وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجعلنا كما يحب ويرضى خلقا وقولا وعملا، وأن يعفو عن سيئاتنا، فإنه كريم حليم عظيم يحب العفو. نسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، ووفقنا إلى حقيقة معرفة وترتيل قول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس تلك هي الآية الخامسة التي نقف عندها متوكلين على الله سبحانه وتعالى أي وفقنا إلى ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ويكون هذا في لقائنا القادم إن شاء الله مع القرآن الكريم وسورة الناس تعليما. نقف عند هذه الآية، موعدنا مع القرآن الكريم يوم الأحد المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة النور الهادي The Gooding Light at Trend The Gooding Light النور الهادي على قناة اليوتيوب. ونقوم بمشاركة هذا الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة إلينا، وبخاصة الفيسبوك واليوتيوب وغيره، ولكن البث الأساسي على تلك القناة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا وكل خلقه بها، وأن يعفو عنا ويرفع عنا الغلاء والوباء، ويؤلف بين قلوبنا ويجعلنا متعاونين على البر والتقوى والهدى والنور. ولذلك فإننا نبدأ دائما بهذا الدعاء الطيب المبارك الذي كله صلاة على النبي، صلاة الذي كله قرآن، وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بما يحب ويرضى، يجعلنا من عباده الصالحين. فهذا هو الطريق وتلك معالمه فيما علمنا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا ويتقبل منا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة ذكرك يا الله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التفكر فيك وفي خلقك كما تحب وترضى يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعل همنا هما واحدا رضاك ومرافقة خاتم أنبيائك في الفردوس الأعلى من الجنة يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الافتقار إليك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الافتقار إليك وحدك يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدعاء لك وحدك يا الله، أن ندعوك وحدك ونرجوك وحدك ولا نرجو سواك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأنعم علينا بالدعاء لك، أن ندعوك ونرجوك وحدك يا الله، وأكرمنا باستجابة الدعاء يا أكرم من سئل يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصلاة على النبي وآله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستغفار، أن نستغفرك يا الله استغفارا يليق بمقامك كما تحب وترضى، وأن تتقبل منا وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين، وأن تهدينا وكل خلقك إليك هداية عامة لا ضلال بعدها يا أرحم الراحمين يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعتذر عن انقطاع البث أثناء الإذاعة، أثناء إذاعة البث، نظرا لانقطاع يعني الانقطاع هنا في كده في عندي في يعني في الموبايل الثاني، معذرة يعني، بعتذر عن قطاع البث، وأنزل الفيديو بإذن الله، وبيسجل فيديو أنزله فيديو بحيث إن اللي هيشاهد البث يعني يشاهدوا إيه، يشاهدوا كامل بإذن الله سبحانه وتعالى على قناة The Guiding Light، النور الهادي بقناة اليوتيوب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.